مرة كنا مسافرين إلى 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 بلد ف ذهبنا إلى مكان قريب من المدينة التي نحن فيها بر يعني كان معي بعض الزملاء إلى بر نتغدى فيه فلما تغدينا قلت لواحد منهم قم نتمشى كان بجانبنا بيوت قديمة وواضح عليهم الفقر والحاجة قمنا نتمشى جئنا إلى بيت فكان عنده عند البيت طفل صغير يمكن 8 سنوات أين أبوك يا ولدي قال والله أبوي ما أدري طيب من في البيت قال أمي قلت خل أمك تطلع جاءت أمه فإذا هي على فقرها قلت أين زوجك قالت زوجي والله في السجن بسبب ديون طيب من ينفق عليكم قالت والله لا أحد فنظرت إلى البيت فإذا هو فعلا بيت فقر كان معي بعض الزكاة وأعطيتها فمررنا على بيت آخر وإذا امرأة واقفة عند الباب أمام البيت مزرعة صغيرة جدا يمكن 5 متر في 5 متر تقريبا قلت لها سلام عليكم أين زوجك قالت والله زوجي ميت طيب عندك أحد من أولادك قالت نعم قلت ممكن واحد يخرج إلينا قالت ما يستطيعون ادخل أنت وانظر إلى أولادي فدخلت فإذا 4 أطفال أكبرهم عمره تقريبا 15 سنة وإذا كل 4 معوقين وعندهم مرض أعصاب ما يستطيع يتحكم لا في يديه ولا في رجليه وإذا هم الأرض ما فيها يعني حتى بلاط ولا فرش وهو كل غرفة واحدة هذا المطبخ وكل شيء ويعني كلهم رؤوسهم أمام بعض وبينهم في النص مقطع كوسة وجزر ويأكلون بأفواههم ما يستطيع يتحكم بيده ويأكل بفمه فقلت هؤلاء أولادك قالت نعم هؤلاء أولاد معوقين كلهم قلت طيب يا أختي طيب ما يعني حالهم على الحال يعني ما في كرسي متحرك قالت من وين كرسي متحرك أنا حتى حفائض ألبسهم حفائض ما عندي وأنت ترى يعني كبر سني وأنا أحملهم حمل لأجل أني أنظفهم من الغائط والبول في كل مرة ولا أستطيع أني أبدأ أطعم كل واحد لوحده لأني مشغولة بهالمزرعة التي أسرع فيها الجزر والكوسة التي أطعمهم بها لأجل أن يعيشوا هؤلاء أولادها بين يديها إذا رأيت أولادك سليمين قل ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي إذا كنت تعطش وترفع الكأس الماء إلى فمك تشرب قل ربي أوزعني أن أشكر نعمتك غيرك ما يستطيع يرفع كأس الماء مشلول شغل رباعي ولا يتحرك فيه إلا رأسه إذا رأيت نفسك مستورا ابنتك وزوجتك عندك في البيت وتخرج وترجع وهم في البيت قل ربي أوزعني أن أشكر نعمتك أقول إذا رأيت عرضك مصونا قل ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي إذا رأيت نفسك تعبد الله ولا تعبد صنما ولا بقرة ولا تعلق صليبا ولا تمضي إلى كنيسة قل ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي إذا كنت تصحو في الصباح مؤمنا وتمسي مؤمنا قل ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي كلما كان الإنسان شاكرا للنعمة عارفا بها أحبه الله تعالى أكثر وأزاده من النعمة.